إلى الرابعة رفعت الراية. لحظات، فتحت البوابات لمنافسة أفراس المستورد عمر 3 سنوات مسافة السرعة 1200 متر فرس الإنتاج الجوزلية ابنة نت بوربن، تقود السباق مع أحمد الشرار في محاولة للحاق من هيدن سبيل ابنة دانديمان، مع حمزة سعد في محاولات أيضا من عين الرضا ابنة شنغاي بوبي، مع عبد الله العوفي إلى ثالث المراكز في تقدم قوي من الخارج لفرس الإنتاج صوت الريح ابنة شنغلاي مع محمد الدهام، ومتابعة أيضا لسانست فلاش ابنة ميسون من الخارج في محاولة أيضا من عدلية ابنة فوت ستيبس ان ذا ساند للتحرك في هذه الأثناء، والتطابق ما بينه وما بين أنجل أوف دارك ابنة دارك أنجل مع رايد الفيروز. لا زالت فرس الإنتاج في شعبتها المفضلة الجوزلية متمسكة بالسياج، تنطلق إلى المركز الأول مع الأمتار الأخيرة الجوزلية، تذهب إلى المركز الأول فرس الإنتاج في محاولات من سانست فلاش ابنة ميسون تحاول اللحاق بها. أبناء ميسون المتميزين بالدخول، هنا نشاهد تتميز سانست فلاش بالتقدم إلى المركز الأول وتسجل الفوز الثاني في سجلها السباقي والفوز الأول لها هنا في المصيف. سانست فلاش ابنة ميسون لسلطان فيحان فيصل منديل، تدريبات سلمى المنديل.